العظيم الآن بيرسم المستقبل وبيدي رسالة قوية من خلال مشاركته القوية والفاعلة في الاستفتاء. حقيقة يا مصطفى مصطفى الوضع الآن اللي أنا وصلني إن اللجان طبعا أنت عارف طبيعة الأرياف طبيعة بلادنا بتبدأ من بعد صلاة العصر الناس بترجع من الغيطان وترجع من الأراضي بتاعتها والمزارع وبتبدأ تروح اللجان المنتخبية. حقيقة أنا شايف إن في كثافة كبيرة جدا سواء بدأت في الصباح الباكر من الموظفين وضمن بعض العاملين وأيضا من الشباب وبدأت من بعد صلاة العصر اللي فيه ضغط شديد بدأ الحمد لله في اللجان في الأرياف. وده يعني حتى المواطنين اسمح لي ما أصبحتش النهاردة منتظرة من أي حد طيب في تحركات من السادة النواب وبعض القيادات في الأحزاب وبعض الناس إلا إني أنا بقول لك إن الناس مش منتظرة التشجيع لأن هي وحديها عايزة تنجح بهذه المشاركة وعايزة تنجح يعني رسالة قوية لأن هم بيعتبروا هذا عرس ديمقراطي وده يمكن رسالة أحد المواطنين كان بيتكلم معايا دلوقتي من داخل قرية من القرى بيقول لي الناس مش منتظرة أي حاجة إلا إن هي يعني لها ثقة كبيرة جدا في اختيارتها السياسية لها ثقة كبيرة في الإصلاح زي ما هي وثقت في الإصلاح الاقتصادي اللي تم ونجح وبدأت بوادر وتتم أيضا ثقتها في الإصلاح السياسي اللي ده لبناء الدولة وأنت عارف حضرتك المعنى اللي أنا هقوله ده إن إحنا ماشيين باستراتيجية عامة دلوقتي للدولة المصرية الحديثة. نعم. مجلس النواب يمكن عندما أقر وأنت كنت مساهم كبير معانا في لما أقر موضوع التعديلات الدستورية نعم. كان الهدف منها